السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في أرك جي أي إس برو. الاختلاف الجوهري بين أرك جي أي إس برو والأرك جي أي إس العادي إن أرك جي أي إس كان عبارة عن 4 برامج مستقلين مع بعض، كل واحد لوحده، إنما أرك جي أي إس تقدر تشتغل بالأربعة في نفس النافذة، وده حاجة ممتازة جدا. طيب يعني لما بنيجي هنا بنلاقي التمبليت، هل أنت عايز تبدأ بإيماب ولا كاتالوج ولا جلوبال سين ولا لوكال سين؟ اي واحدة من دول تقدر تشتغل عليها وتقدر تضيف لها الباقي. يعني على سبيل المثال هقول له جلوبال سين وبيقول لي سمي اسم الملف، هقول له اوكي. فهو بيعمل فولدر ويبدأ يحط فيه الورلد، خريطة العالم كلها، وطبعا احنا بعد كده هنضيف اكتر من خريطة. زي ما انت شايف ده الشكل بتاع الخريطة بتاعت الجلوبال. طيب ممكن اجي هنا من insert واقول له new map واقول له مثلا ان انا عايز local، فالخريطتين موجودين تمام. بس دي الخريطة اللوكال، ده الشكل بتاعها، انما هنا بيبقى على شكل دائري. طيب ممكن اسحب ديت مثلا واقول له خليها قدام ديت تمام. وتقدر من هنا تقدر تضيف new map، new global scene، new base map زي ما انت عايز. ممكن اجي هنا واقول له لينك فيو سنتر، يعني ده هيبقى السنتر بتاعي. كل ما بتيجي تعمل سنتر على حاجه هو بيبدا يعملها هنا ماشي، لكن ما بيعملش السكيل. لما هنا لما اقول له سكيل فبيبدا يجيبها لي بالسكيل بتاعتها بالشكل دوت، بيربط لي الخرائط ببعض. ممكن من فيو هنا نقول له انا عايز كاتالوج فيو، فيبدأ يضيف لي كاتالوج فيو، وده كان برنامج مستقل لوحده في الارك جي اس العادي. ممكن برضو الكاتالوج دوت اسحبه مثلا اخليه في الجزء الاسفل من هنا حسب ما انا عايز، او ممكن اقفله، ممكن تقفل دوت. وهنا دي الكونتنت، دي الخريطة اللي موجودة، تقدر طبعا من insert تضيف اي حاجة انت عايزها، مثلا تضيف روبوت، تضيف لي اوت، تضيف مابس زي ما انت عايز. ممكن مثلا اقول له نيو كونكشن واضيف اي حاجه انا عايزها من الملفات ديت، او امبورت ماب او امبورت لاي اوت. بحيث ان انت تبقى الخريطه بتاعتك موجوده هنا، وده الليجند حسب المعلومات اللي انت عايز تحطها في قلب الخريطه بتاعتك. ممكن نيجي هنا على ماب واقول له اكسبلور وابدا، هلاقي عندي ان انا من اكسبلور ممكن لو دوست زر الشمال تمام اقدر كان في يد وبسحب الشكل بتاعي. لو دوست البقرة تبدأ ان انت تعمل روتيت بالشكل دوت زي ما انت عايز. لو دوست زر الايمن بيبدأ يجيب لي قايمة، وتبدأ مثلا تقول له جو تو اكس واي مثلا، تكتب الاكس والواي وهو يبدأ يوديك للمكان اللي انت عايزه. الصراحة الارك جي اس برو اسهل بكتير من الارك جي اس العادي. هنا ممكن تقول له انا عايز الخريطه تحت مثلا بالشكل دوت، فيبدا يعمل لك ابديت لليارات اللي موجوده، ويبدا يحط لك المعلومات اللي انت محتاجها. وممكن تشير بقى، سواء انت مثلا عايز تشيرها كباكج كبروجكت او ماب او لاير، او انت عايز تحطها على الانترنت، او ان انت تطبعها او تعملها بروجكت تمبليت زي ما انت عايز. في امكانيات كتير جدا ان انت تعمل اكسبورت للخريطه بتاعتك، ممكن تصدرها بمنتجات كتير جدا زي جي اي اف و اي بي اس و اس بي جي، وده المكان اللي هتشير فيه، وده الهاي والويتس بتاع الخريطه بتاعتك. وهنا من ابيرنس نقدر بقى نتحكم في الايفكت اللي انت عايز تضيفه للخريطه. فان شاء الله تبقى سلسله موفقه، هتحب ان شاء الله الارك جي اس برو لانه فعلا سهل ومنظم بشكل قوي.